ما مشينا في مشاهيها رد دمايلها وتثريبها. الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذا اليوم وفي يوم اللقاية ومسافة 4 كيلومترات. شوطنا 15 أعلنت انطلاقته بحضور هذه الشعارات وانطلاقتها في بحثها عن الانتصار وعن النوماس وعن السلامات. حضروا من جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي من أجل خطف نقطة ثمينة في سباق الأولمبية السعودية، فمرحبا بجميع الضيوف. انطلق هذا الشوط الذي يحمل الأعداد الكبيرة، الذي يحمل الحماس العالي ما بين الشعارات، ليسير مع المركز الأول، ليتقدم مع مذيار. الشعار الذي قدم تذكار، نعم هذا الشعار الذي صنع له في صفحات المجد تذكار في هذا العالم، ومع الانتصارات والإنجازات يتقدم راشد بن طالب بن راشد بن شريم المري، بينما المركز الثاني أتابع القادم. هنا من يقدم لنا دلال، يأتي ناصر بن وسام بن سلطان بن سعد الهاجري، يأتي مع المركز الثاني والمركز الثالث. أتابع القادمة هنالك والواصل الغزيل، راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يقدم لنا الغزيل، يبحث عن انتصار آخر، يبحث عن إنجاز جديد في هذا الشوط ليضيف هذا الشعار إلى إنجازاته وانتصاراته. المركز الرابع، أتابع الشكلة الواصلة مع راشد بن سعيد بن راشد بن سعيد الخاطري، من يقدم لنا الشكلة، من تحتل المركز الرابع والمركز الخامس من الجانب الأيمن. هنالك من تحاول أن تتقدم إلى المركز الرابع من الجانب الآخر، هنالك بمحاولاتها وانطلاقاتها، هنا الجازي هي المتقدمة، الجازي لناهس بن سلام بن أديهم الحازمية، من يقدم لنا الجازية القادمة والواصلة إلى المركز الرابع. ووصل الفرتاج، اقترب ابن حايل، وصل مع اسم لها، اسم لها انجازات عديدة. هنا لعب من وصلت، لعب من تقدمت، يا خلف يا بن نايف يا الفرتاج يا الشمري الذي له في دروب النواميس عوايد ليحضر كما قدم لنا الكايد في يوم الأمس، وأيضا من قبل الكايد الفائز الذي يفوز ويحضر عندما يحضر هذا الشعارات، دائما ما يضع بصمة في مثل هذه السباقات. أيضا تسللت الصايلة وخليفة بن سعود بن معتق العنزي يتقدم مع الصايلة، والمعركة بدأت تشتعل والمعركة بدأت تشتد، بينونة تظهر في هذه الأمتار. امطير بن عبد الرحمن بن عبد الله الضيوفي العطوي وصل مع بينونة مع المركز الرابع، وخامسا اقتربت أيضا الغزيل ليصل عايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطاني. هنا من يصل بمتابعة الشرس، ماجد بن حلفان المري أيضا وصلت، وانضمت حبوبة وفهد بن محمد بن عبد الله السويكت الهاجري، من يقدم لنا حبوبة، علي بن حسين بن دعيكان المري في المتابعة والمسايرة والتضمير. ولكن يا بن شريم هناك
ذلك مذيار 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 مع المركز الأول. الصايلة بدأت تتقدم، الصايلة بدأت في ساحات المعارك تصول وتجول في ساحات الانتصار وفي قمم الجبال بهمة عالية انطلقت إلى المركز الأول. الصايلة الصايلة خليفة بن سعود بن معتق العنزي من يقدم لنا الصايلة مع المركز الأول. هنالك المركز الثاني مذيار وبدأت تقترب هنالك وتصل الدرعية مسفر بن محمد بن سومان المرسان الهاجري وبالرفعان وقترب بن حمود مع سبا مفلح بن حمود بالمطلق الحمري. ولكن ما شاء الله 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 على هذا العرض، الله على هذا الأداء، الله على هذا الجمال. يلا ذكرك عليها، يلا ذكرك عليها. اللهم صل على محمد. الصايلة 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 يا خليفة يا بن سعود يا بن معتق يا العنزي انطلق. لا بالفعل بل حلق حلق في الأمتار الأخيرة مع الصايلة ليحسم الشوط بعرض فريد بعرض نادر بجمال بجمال كبير ومنتهى الروعة في الأداء والإنهاء. تهانينا والف مبروك لخليفة بن سعود بن معتق العنزي على هذا الفوز والانتصار. تهانينا تهانينا يا مالك الصايلة التي ظهرت كدرة كنجمة تلألأت وأضاءت عيون المتابعين والعشاق بأجمل الفنون. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار. والسلام يبقى هنا بالفعل في ميدان تبوك الورد. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار لمالك الصايلة من قدمت شعارها وقدمت نفسها خير تقديم لتمثل أبناء ميدان تبوك الورد. تهانينا وألف مبروك. التوقيت الزمني 6:21 80 جزءا من الثانية. المركز الثاني مذيار لراشد بن طالب بن راشد بن شريم المري 6:27 94 جزءا من الثانية. المركز الثالث الجذاب فهد بن عبد الله بن جروح الشمري 6:28 46 جزءا من الثانية. المركز الرابع الدرعية لمسفر بن محمد بن زومان المرسان الهاجري. والمركز الخامس بشاير جابر بن سالم بجابر الجربوعي المري. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، يا من تتابعون المتعة، يا من تتابعون الفن والفنون، هنا الصايلة قدمت لنا من الإبداع على وتر النوماس. استطاعت من خلاله أن تخطف وتجذب النوماس كما جذبت عيون وقلوب المحبين في الأمتار الأخيرة بالعروض الممتازة بل الرائعة والمتميزة فيها في الأمتار الأخيرة. تهانينا وألف مبروك لك يا مالك الصايلة التي صالت بإبداعها وتناثرت بجمالها على أرضية عملاق الميادين السعودية، أحضرت وظهرت بأداء عملاق. تهانينا والف مبروك لخليفة بن سعود بن معتق العنزي على هذا الفوز والانتصار. أشواطنا مستمرة والإثارة والمتعة بالتأكيد متواصلة في هذا اليوم مع سن اللقاية. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. شوطنا القادم شوطنا 16 وبصوت الزميل رايد بن محمد العطوي. نتمنى التوفيق ولجميع المشاركين.